ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني. نبدأ الفيديو بتاعنا النهارده بنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايب قلبي بقى جات لي هديه بمناسبه رمضان الشهر الكريم وروائح رمضان وحاجه رمضان. كل سنه وانتم طيبين وعدت عليكم بخير يا رب، وبلغنا معاكم رمضان لا فاكتين ولا مفقودين يا رب العالمين. وكل سنه وانتم طيبين. وبنفتح الهديه يا حبايب قلبي، الهديه دي يا حبايب قلبي من صديقتي وصاحبتي حبيبه عمري ام محمود من مرسى مطروح اهو يا حبايب قلبي. بنفتح الكرتون سوا ونشوف فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. محتويات الكرتون يا حبايب قلبي ما شاء الله تبارك الله، زيتون اهو، زيتون اخضر ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين قمه في الجمال، روعه في الجمال اهو يا حبايب قلبي. برده زيتون طبيعي ما شاء الله تبارك الله اهو يا حبايب قلبي. ده عسل التمر ما شاء الله تبارك الله رب اهو يا حبايب قلبي. وده زيت زيتون، زيت زيتون سي وبكر ممتاز اهو يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو يا حبايب قلبي. وده تمر تقريبا بالبندق او باللوز اهو، نشوف مع بعض. بسم الله اهو يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، بلح مغطى بالشوكولاته بنكهه القهوه ما شاء الله تبارك الله. ربنا رمضان سعيد عليك وعلينا وعلى كل مسلم يا رب، وعلى ام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. وده برده يا حبايب قلبي تمر باللوز، تمر باللوز اهو جوز الهند قلبي، تمر باللوز ما شاء الله تبارك الله، زي ما انتم شايفين حاجه روعه 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 قمه الجمال. وده برده اهو يا حبايب قلبي تمر مغطى بالشوكولاته، هنشوف مع بعض برده اهو يا حبايب قلبي، حاجه روعه بمناسبه رمضان تبارك الله. اهو تمر فاخر محشي لوز، ده بتمر باللوز اهو يا حبايب قلبي، برده بنفتحها مع بعض. يا رب يوسع عليك يا ام محمود، وكل سنه وانت طيبه، ويخلي لك ولادك، ويا حاج احمد يا حبور ربنا يبارك لك في ولادك ويجعل في ميزان حسناتك يا رب. اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده برده الله تبارك الله، تمر باللوز وجوز الهند والشوكولاته البيضاء اهو يا حبايب قلبي. كل سنه وانت طيبين يا حبايب قلبي، وعدت عليكم بخير وعلينا وعلى كل مسلم يا رب، يجعلكوا في الخير والزياده يا رب، واحنا من غير دعمكم ولا حاجه يا حبايب قلبي، ربنا يخليكوا ليا. يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله تبارك الله، برده تمر اهي ما شاء الله شركه الحاج احمد حبون، تمر بالمكسرات والشوكولاته اهو يا حبايب قلبي بالشكل ده. اهو يا حبايب قلبي كل سنه وانتم طيبين، وعدت عليكم بخير وروائح رمضان وحاجات رمضان، وعدت عليكم بخير يا رب، ويبلغنا وياكم رمضان. يا محشي بلوز وبندق مغطى بالشوكولاته، شايفين الجمال، شايفين الجمال. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ربنا يخليكم ليا يا رب، وعدت عليكم بخير، شايفين الجمال والحلاوه حبايب قلبي. كل محتويات الكرتون، وكل سنه وانتم طيبين، وكل امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طيبين، ويا رب كده يا رب يخليكوا لينا، وانا من غير دعمكم ولا حاجه. واللي ما اشتركناش في القناه يشترك بقى في القناه ويشجعنا، وما تنسوناش بقى بسبسكرايب ولايك وشير، والى اللقاء في فيديو اخر، ودمتم في امان الله.